السلام عليكم. يرى بعض الدارسين لأعمال الأديب اللبناني جبران خليل جبران بأنه في إنتاجه الأدبي يتنفس بمنخري الفيلسوف الألماني الحداثي فريدريك نيتشه، الذي يهدم في كتابه الشهير هكذا تكلم زرادشت مبادئ المسيحية، ويرفض الدين رفضا عنيفا متطرفا. جبران الذي انتشرت أعماله أفقيا في الشارع العربي في مرحلة المد القومي لم يكن الأديب العربي الحداثي الوحيد، فها هو السوري أدونيس ينسب الفضائل كلها إلى حداثة فرنسا، وقريبا من هذا ذهب إليه العراقيان بدر شاكر السياب وعبد الوهاب البياتي، والمصري طه حسين وغيرهم العشرات. هذه الأسماء سادت ساحة الأدب العربي المعاصر لسنين طويلة، لكن هذا التسيد يثير في الفضاء الأدبي والفكري جملة من الأسئلة المهمة عن الأسس الفكرية التي شكلت الأدب العربي الحديث، وعن مدى تأثره بالمذهب الوضعي الغربي، وكذلك إلى أي مدى عبر هؤلاء الأدباء في إنتاجهم عن نبض الشارع العربي وأشواقه وعن الهوية العربية. إذن الأدب العربي ومدى تجسيده للهوية هو ما نبحثه في هذه الحلقة من برنامج حديث العرب، التي تأتيكم ضمن سلسلة حلقات عن واقع الفكر العربي المعاصر في خضم معركة حضارية مستعرة، طرفها الأول الحداثة الغربية وأطرافها الأخرى الهويات الوطنية والدينية والمجتمعية المتنوعة ومن بينها العربية. أهلا بكم. يرى الكثير من النقاد أن هناك تدنياً في المستوى العام للأدب العربي، فالثقافة العربية المعاصرة بيئة غير مؤاتية للإبداع ولا تشجع الأديب ولا ترعاه، فلا توجد جهات تعنى بالإنتاج الأدبي والفكري مثل نوبل أو البوليترز أو مان بوكر العالمية، حتى أصبح هناك تصور عام بضحالة القيمة وضعف الرؤية لدى كتاب العرب. وينطلق هذا الضعف من عدة أسباب، أهمها استبداد السلطات التي تحكم البلاد العربية، فمعظم مؤسساتها الثقافية لديها حساسية من الإبداع الأدبي، خاصة إذا كان يهتم بالقضايا العامة. وكثير من الحكومات العربية تنظر إلى الأدباء بتوجس وتتعامل معهم من منظور رقابي وأمني، أو أنها تحاول ضمهم إلى صفها عبر الترغيب والترهيب. لذلك يمر الأدب العربي بأزمة مستمرة منذ عقود وضعف وندرة في الإنتاج والإبداع، فالأجيال الناشئة تعزف عن الكتابة والإنتاج الأدبي، وأحال النقاد ذلك إلى أسباب تعليمية واقتصادية، كما يوجد فجوة وبعد في المسافة بين طبقة الشباب والنخبة التي غربت نفسها عن المجتمع وجلست في الأبراج العاجية، وأيضا هناك ضعف في الاهتمام باللغة العربية الفصحى وطغيان اللهجات العامية بين الشعوب العربية. ومن الإشكاليات التي يواجهها الأديب العربي تأثره بحركة الأدب العالمي الشرقي والغربي، الذي يعكس بعضه العقيدة والأيديولوجية وأفكارا وعادات مختلفة، وما فيه من دعوات سافرة للإلحاد والعبث والمجون لا تتوافق مع الفطرة السلمية العربية. فالأدب كما فسره البعض هو تعبير رائع ممتع عن النفس والحياة، يتميز بالأصالة والصدق، تعبير عن التجارب الإنسانية في شكل فني متعارف عليه، سواء أكان هذا الشكل قصة أو قصيدة أو مسرحية أو قطعة موسيقى. وحتى ينهض الأدب العربي لا بد من موازنة بين الموروث والمستحدث، وأن يستجيب لما يضطرم في وجدان الأمة، ويسهم في توجيه اجتماعي إيجابي يعبر عما في نفوس الناس من آلام وآمال. للحديث عن موضوع الحلقة ينضم إلينا عبر زوم من نابلس بفلسطين المحتلة الدكتور زاهر حناني، الأستاذ أستاذ النقد الأدبي الحديث، ومن العاصمة القطرية الدوحة الدكتور لؤي خليل، أستاذ النقد الثقافي والدراسات الثقافية. أهلا بكما ضيفين كريمين على شاشة الرافدين. لو بدأنا معك دكتور زاهر ابتداء، يعني كمدخل لهذه الحلقة، لابد أن نسأل عن وظيفة الأدب ابتداء، أو بكلمات أخرى، ما المهمة المحورية التي ينبغي لكل أدب أن يؤديها؟
أسعد الله أوقاتكم. اسمح لي أستاذ جهاد في البداية أن أوجه الشكر لحضرتك ولفضائية الرافدين على فتح هذا الفضاء الفكري العربي المهم من أجل أن يكون لصوت الفكر حضوراً في الواقع العربي الذي يعاني من أزمات كثيرة. أهلا بكم. حول يعني الأسس الفكرية التي قام عليها أو الأدب العربي أو وظيفة الأدب ابتداء قبل أن ندخل إلى الأسس دكتور. نعم، تنبع هذه الأسس من وظيفة الأدب، أردت أن أقول هذا يعني. تفضل. من وظيفة الأدب، وظيفة الأدب في المجتمعات، هناك طبعا يعني توجهات كثيرة، بعض هذه التوجهات ترى أن وظيفة الأدب ينبغي أن تكون اجتماعية أو تحقق مطلبا أو هدفا تاريخيا أو أن تكون مرتبطة ببعض قضايا الواقع، أو يعني أقصد أن المناهج النقدية والأدبية والفلسفية كل منها ينظر إلى وظيفة الأدب بطريقة مختلفة. نحن نرى أنه لا بد من أن ترتبط وظيفة الأدب بمعطيات الواقع، وأعتقد أن هذا ينسحب تماما على تاريخ الأدب العربي منذ بداياته الأولى من قبل الإسلام مرورا بالعصور المختلفة، وحتى يومنا هذا كان الأدب معبرا عن واقعه، ولا أقول كان مرآة لذلك الواقع، لأنه عبر في كل مرحلة يعني هنا دكتور طرحت قيدا مهما جدا، يعني أرجو المعذرة، طرحت قيدا مهما، قلت بأنه يعبر عن واقعه وليس مرآة لواقعه، يعني ألتمس منك بيان هذا الفرق بين أن يكون الأدب معبرا عن الواقع وأن يكون مرآة لهذا الواقع. سأخذ فقط يعني مثالين، أحدهما قديم والآخر حديث. في الأدب مثلا في الشعر الجاهلي، عنترة ابن شداد أحد أبرز الرموز الذين عبروا عن الواقع، لكن عبروا بطريقة تناسب ما كان يعيشه عنترة من قيم ومثل أخلاقية عليا بقيت حتى يومنا هذا، بقينا نتغنى فيها ونشهد له بفضائلها. في أيامنا هذه الأدب الفلسطيني، أدب الثورة الفلسطينية أو أدب الانتفاضة أو أدب الثورات العربية المعاصرة، كل منها يعبر عن واقعه وليس مرآة تعكس الأحداث فقط، ليس تقرير يقدم الشعر، لا يقدم تقريرا صحفيا أو القاص أو الروائي، وإنما يرى الواقع بعيونه هو، كما ربما كما ينبغي أن يكون هذا الواقع، وليس على الصورة المأساوية التي يوجد عليها. لكن في السياق ذاته ماذا يعني أن يعبر الأدب عن الواقع؟ يعني أن يقول مثلا الشاعر قصيدة تصف الواقع، يعني حالة وصفية يمكن أن يفعل ذلك الرسام، ما القيمة العملية لأن يكون الأدب معبرا عن الواقع؟ نعم عزيزي، طرق التعبير عن الواقع، الطرق المشهورة يعني طريقتان، إما أن يكون التعبير عن الواقع بطريقة سوداوية فنرى ما في الواقع من سوء ونتحدث عنه كي يكون المجتمع أفضل، أو طرق أخرى متفائلة دعني أقول، هذا التفاؤل يظهر ما في الواقع من جماليات ومن قيم ومثل خلقية وإلى آخره كي يكون المجتمع كذلك ويقتدي به. فالتعبير عن الواقع له طرقه، ونجد طبعا هذه الأقسام موجودة في عند الأدباء والشعراء، هناك شعراء يتغنون يتباكون أو يتغنون بطرق يعني معبرة جمالية مختلفة، يعني لم تنحصر وظيفة الأدب في أن يكون مصور لأحداث المجتمع كما هي، وإنما كما ينبغي أن تكون عليه. طيب دعني أنتقل وإياك إلى الدوحة لأسأل الدكتور لؤي،
في ربط في البداية ضيفنا الكريم من نابلس بين الوظائف وبين الأسس الفكرية التي ينبغي أن ينهض عليها أي أدب، بين وظائف هذا الأدب والأسس الفكرية التي ينهض عليها. في الحديث عن الأدب العربي المعاصر، هل ثمة مرجعية محددة وواضحة يعني يقوم عليها النص الأدبي الحديث، سواء كان شعرا أو رواية أو قصة أو غيره؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أود أولاً أتقدم بالشكر الحقيقة لهذه القناة الكريمة التي تفتح لنا مثل هذه الآفاق، ولبرنامجكم الكريم على إثارة هذه الأفكار المهمة. السؤال مهم، ولعلي أبدأ من حيث انتهى الأستاذ الفاضل. في الحديث عن الأدب المعاصر، نحن لا نتحدث عن كتلة متجانسة. اسمح لي أن يعني أمهد للموضوع بين يدي السؤال بمجموعة من المقدمات التي لا نستطيع أن نفهم الأسس الفكرية للأدب المعاصر ما لم نأخذها بعين الاعتبار. جميل. لن أتحدث عن الأسباب، سأدخل مباشرة حتى لا أكرر أو أخذ من الوقت. مع نهايات مع استقلال الدول العربية وخوض الحروب الأولى والثانية، مع بداية الثمانينيات، أعتقد يعلم الكثير أن مرحلة الثمانينيات كانت مرحلة انتشار الفكر اليساري بامتياز، لأسباب عديدة، منها قوة حضور الاتحاد السوفيتي في مقابل ما يسمى الإمبريالية في ذلك الحين، وقوة الضغط الثقافي الإعلامي الذي مارسته مؤسسة التقدم في البلاد العربية عبر نشر مجموعة من الكتب التي كانت تباع بأثمان بخسة، مثل كتب تولستوي، دوستوفسكي، نيكولاي غوغول، فعملت جعلت هناك أو أنشأت حاضنة يسارية كبرى في المجتمع العربي. بقيت هذه الحاضنة في مرحلة الثمانينيات. في مرحلة التسعينيات، مع سقوط الاتحاد السوفيتي وانهيار الفكر اليساري، نشأ لدينا الآن ما يسمى بالليبراليون الجدد. الليبراليون الجدد هم حالة من التوائم بين اليساريين الذين أشعروا بنقوص بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، ووجدوا في الليبرالية حاضنا يمثل أو يمنحهم البعد الفلسفي أو الفكري للبقاء على ما هم عليه. هذه الليبرالية الجديدة استمرت أيضاً في مرحلة التسعينيات. مع بداية الألفية تقريباً، نشأ لدينا جيل من الأدباء مختلف عن مرحلة الثمانينيات والتسعينيات، ليس لديه هذه الحاضنة الفكرية أو الثقافية الكبرى. هو جيل نتج بسبب التطورات التي حدثت في المجتمعات العربية بوصفها مجتمعات استهلاكية خضعت لتأثير العولمة، فنشأ لدينا هنا جيل متعولم، جيل استهلاكي يؤمن بضرورة كسر القواعد، بضرورة الحياة النفعية البراغماتية الليبرالية، وسيطر هذا على أدبه وبقي هذا مستمراً في مرحلة من الزمن. ستسألني الآن أين هو الجيل الذي أين كان الجيل الذي يعبر عن الهوية العربية الإسلامية؟ الجيل الذي كان يعبر عن الهوية العربية الإسلامية منذ أن بدأ في الثمانينيات والتسعينيات كان يصطدم بموقف ثقافي عقدي من الحاضنة الإسلامية العربية في ذلك الحين، ترى أن كل من يكتب في الأدب أو الثقافة أو الفن هو يعمل في مجال خارج إطار الثقافة العربية الإسلامية، وكان ينصح كل من يعمل بالأدب وأنا منهم أن يعودوا ويتركوا كتابة الأدب والشعر والثقافة، ويعودوا إلى العلوم الشرعية وحفظ القرآن الكريم إلى آخر ما هنالك. فصار هناك نقوص كبير لدى هؤلاء، وتركت الساحة مفتوحة للاتجاه اليساري والليبرالي، وبعد ذلك اللي هم بيسميهم العوام، بيقول عنهم العلمانيون. طيب. في مرحلة، دعني فقط أختم، تفضل. مع بداية الثورات العربية ظهر الآن جيل جديد يحاول أن يعيد تمثيل الهوية العربية الإسلامية بقوة، ولا سيما أنه تحرر من سطوة الخطاب السياسي، سطوة القوة السياسية. وهكذا يمكن أن نقول أن هذه التيارات الفكرية في المجتمع العربي، في الأدب العربي المعاصر، ليست كتلة متجانسة، هناك مجموعة شبيهة بكرات البلياردو ذات الألوان المختلفة التي لا يجمعها رابط واحد محدد. طب أنت مهدت الآن لمجموعة من الأدباء مرت عبر طبقات أو أجيال متلاحقة في منذ الثمانينيات، وابتدأت بالثمانينيات وحتى يومنا هذا، وأردت أن تبني عليه لتحدد المرجعية. هل أفهم من كلامك أن المرجعية الفكرية للنص الأدبي أو للأدباء الذين عموا الساحة العربية هي مرجعية خارجة عن منظومة الثقافة العربية؟ نعم، دعني أقول قد يكون هذا مفاجئاً، لكن الواقع من يدرس النتاج الأدبي في الثمانينيات والتسعينيات وبداية الألفية، العقد الأول من الألفية، يرى أن الغالب الأعم
على هذه النصوص كانت مرجعياته خارج إطار الثقافة العربية الإسلامية. قد يتساءل بعض المستمعين أو المشاهدين، قد يخطر في باله أن هناك نماذج طيب حاولت أن تستحضر بعض النصوص التراثية مثل التجربة التي قام بها جمال الغيطاني مثلا، لكن دعنا نقول الغيطاني وأمثاله استحضروا الأشكال الأدبية النصية، ولكن استحضروها خالية من الحوامل الفكرية. هم كانوا أمام محاولة لإعادة تأصيل نماذج نصية محددة مرتبطة بأجناس أدبية محددة، ولكن هذا الاستحضار كان استحضاراً للشكل خالياً من استحضار الحامل الفكري. ولذلك إذا عدنا إلى قراءة نصوص هؤلاء الأدباء ستجد أن الحوامل الفكرية لا تنسجم مع ما يمكن أن نسميه الهوية العربية الإسلامية، لأن هذه الحوامل الفكرية كأنها تعبر عن مجتمعات أو جزر معزولة داخل المجتمع العربي الإسلامي. طيب دعني أعود إلى نابلس. دكتور زاهر، لا أعرف إلى أي مدى تتفق مع ما قاله الدكتور لؤي بأن ما يغلب أو مجمل الأدب العربي المعاصر الذي وتحديدا من مرحلة الثمانينيات حتى يومنا هذا يكاد يكون بمرجعية مرة غربية ومرة أخرى شرقية اشتراكية ومرة ثالثة ليبرالية، المهم أنه بعيد عن جوهر الثقافة العربية. لا أدري إلى أي مدى تتفق مع هذا الطرح، لكن أريد أن أسألك، إذا ما كان الأمر كذلك فما الأسباب التي أدت إلى هذا التبلور المرجعية للأدب العربي بعيدا عن السياق الثقافي والتاريخي العربي؟ نعم عزيزي، فقط أريد أن أنبه إلى وجود أكثر من رؤية للأسس الفكرية التي قام عليها أدب العربي الحديث، يعني التي تشكل هذه المرجعيات التي نتحدث عنها. بعض هذه الأفكار أو الرؤى رأت أن الفلسفة الوضعية والنزعة المسيحية والفكرة الوثنية الأسطورية بما فيها من استشراق وتبشير وإلى آخره هي التي تشكل هذه المرجعية. والواقع أن هؤلاء الذين يدعون ذلك نظروا في نماذج محددة وأهملوا نماذج أخرى كثيرة. لو عدنا إلى رؤية أوسع قليلا لوجدنا أن الأسس الفكرية بشكل عام التي ينطلق من الأدب العربي طبعا الحديث أو المعاصر بشكل عام يمكن تصنيفها في ثلاثة منطلقات أساسية، وهذه المنطلقات هي التي شاملة أو يمكن أن نقول أنها تشمل واقع هذا الأدب برمته، وهي يعني من اتجاه يقدس القديم ويراه صالحا لكل زمان، واتجاه يثور على القديم بكل مكوناته ويجد في المنجز الغربي ضالته المنشودة، واتجاه يحاول الموازنة وإيجاد علاقة تحقق استمرارية هذا الأدب بوصفه منجزا حضاريا. يعني نحن كأننا نجد أنفسنا أمام خليط غير متجانس. نعم كما شبهها أستاذ ضيفك الكريم بكرات البلياردو أو شيء أو جزء يعني جزر متناثرة، دعني أقول جزر متناثرة تشكل هذا الواقع في الأدب العربي. لكن لا أرى أو أرى أن التأثير الحضارة العربية الإسلامية ما زال يشكل الجزء الأكبر من ثقافة المواطن المسلم العربي في زماننا هذا، على الرغم من كل المتناقضات التي سعت لتغيير ملامح شخصيته والدخول إلى عقله وفل تفكيره وتغيير نظرته إلى المستقبل. طيب أنا أطرح نموذجين على الدكتور لؤي في الدوحة، طه حسين وجبران خليل جبران، يوصفان بأنهما اثنين من أعمدة الأدب العربي المعاصر، لكنهما يرايان الحقيقة والحقائق والموجودات ويصورانها في صورة نص أدبي من خلال منهجين يقوم على منهج البحث العقلاني عند طه حسين، وأنت تعرف إلى أين أوصله وما كان مصيره، ومنهج التأمل والاستبصار الذي اتبعه جبران خليل جبران. سؤالي هو
هل يمكن القول إن هذين المنهجين اللذين يدينان بالفضل إلى الوضعية الغربية هما اللذان سادا الأدب العربي برمته، دعني أقول منذ مطلع القرن العشرين مثلا حتى يومنا هذا؟ يعني سؤال مهم. دعني فقط أولا أؤكد ما تفضل به الزميل الفاضل، هو أشار إلى أن ما يعم أو ما يسود في المجتمعات العربية الإسلامية هو الثقافة العربية الإسلامية لدى عامة الناس. أنا أوافق على ذلك، لكن الحديث حقيقي هو حديثي ليس عن عامة الناس، ليس عن الحاضنة، هو حديثي عن النصوص الأدبية المعاصرة. النصوص الأدبية كانت كأنما هي في وادي، وقناعات ومعتقدات وهوية الشعب كانت كأنما هي في وادي آخر. سنأتي على ذلك في مرحلة أخرى. تمام. نعم صحيح. الآن نعود إلى يعني حتى نفهم يكون المتلقي معنا على خط واحد، لابد أن نقول أن المقصود بالفلسفة الوضعية هي تذهب إلى أن الحقائق مرتبطة بالتجربة. صحيح. بمعنى ما تثبته التجربة هو حقيقة، وما لا تثبته التجربة يقع خارج إطار الحقيقة. الآن الإشارتان اللتان أشرت إليهما قبل قليل جبران أو طه حسين، الكل يعلم أنه المنهج الذي اعتمده طه حسين وأتى به من الغرب عندما جاء إلينا، هذا المنهج العقلاني، كان مرتبطاً بطريقة أو بأخرى بالفلسفة الوضعية، وهذا قاده كتعلمون إلى وضع كتابه الأول الذي لاقى نفوراً أو لاقى صداً سلبياً من المجتمع في كتابه في الأدب الجاهلي، الذي قاده فيه هذا المنهج المبني على التجربة، ما ثبت بالتجربة، إلى نكران كثير من الأحاديث النبوية، نكران كثير من قصص القرآن الكريم إلى آخر ما هنالك. لماذا؟ لأنها بالنسبة إلى منهج الشك وبالنسبة إلى التجربة لا يمكن إثباتها. مرة أخرى أقول الإيمان وجود الفلسفة الوضعية في انتشارها إلى المثقف العربي هي لنقل قدمت له، ولا سيما المثقف العربي الذي يعبر عن المناهج التيارات التي تحدثنا عنها، اليساريون والليبراليون والعلمانيون والأدباء الإنتاج المجتمعات الاستهلاكية هم اللي يميلون إلى الخفة والتحرر من القواعد والصرامة. الفلسفة الوضعية هي قدمت لهم الحقيقة مسوغاً منهجياً يثبتون من خلاله العقائد التي يؤمنون بها. هذه مسألة مهمة لأنها تفيدنا في شقين. الشق الأول أنهم الأدباء الذين بنوا تصوراتهم على هذه الفلسفة بدأوا يصورون كل ما يمثل الدين أو كل ما يمثل أي بعد روحاني على أنه خارج إطار الحقيقة ويقع في الباطل والوهم، وعلى هذا الأساس بدأ تصوير المسلم أو المرأة المحجبة أو الشيخ، كل هؤلاء بدأنا نرى صورهم في الأدب، في الإعلام، في السينما، في الأغاني، في كذا، يمثلون على أنهم مظاهر للتخلف، مظاهر للبعد عن الحقيقة، بعد عن العقل. بدأت تتهم المرأة غير المحجبة، المحجبة بأن هذا الحجاب يعوقها عن العقل. لماذا؟ لأنها هي رمز للدين الذي لا يمكن إثباته بالتجربة. فهذه أولاً الإيمان بهذا قادهم إلى تصوير ممثلي التجربة أو ممثلي الهوية الإسلامية على هذا النحو السلبي. الأمر الآخر وهو الآن يعني مسألة مهمة، المثقف العربي عندما تبنى الفلسفة الوضعية لم يتبناها لأنها خرجت من رحم المجتمعات التي ينتمي إليها، وهذا إشكال يميز المثقف العربي عن المثقف الغربي. أقول لك يعني لماذا، من أي ناحية. المثقف الغربي النظريات والأفكار تنتج عليه نتيجة تحولات اجتماعية داخلية للمكان الذي يعيشه، أو أنها تتطور بناء على تحولات داخل البنية الفكرية نفسها للمنهج، ولذلك ليست لديه مشكلة في التحول من فكرة إلى أخرى عند الاقتناع، بسبب أنه القناعة قد تقوده إلى تغيير المعتقد. نعم. فمعتقده مبني على القناعة. المثقف العربي الأمر عنده معكوس. المثقف العربي أخذ القناعات، أخذ الأدوات التي تعينه على تثبيت عقيدته، ولذلك هو لا يغير حتى لو اقتنع أن المسألة غير صحيحة، لا يغير لأنه لا يريد أن يعدل عن المعتقد الذي يؤمن به. وأضرب لك مثال، أقرب مثال على ذلك، عندما حدثت الثورات العربية، اليساري الغربي بسبب أنه اليسار يؤمن بالثورة ويؤمن بثورة الشعوب، وجد أن ما حصل في المجتمع يتوافق
مع المقولات اليسارية المتعلقة بقبول ثورات الشعوب، وافق الثورات العربية ومشى معها. نعم. اليسار العربي في مجمله، دون الآن الالتفات إلى نماذج فردية، اليسار العربي بمجمله رفض الثورة العربية على الرغم من أنها تمثل شكلا واضحا من الأشكال التي يؤمن بها، لكن رفضها لسبب واحد. نعم. لأنه خشي أن يكون البديل هو الحاضنة الاجتماعية الدينية، ولذلك عقيدته دفعته إلى رفض قناعاته، فالعقيدة هي التي تحرك القناعة وليس العكس. على هذا الأساس مثلت الفلسفة الوضعية لنقل أدوات أو أسلحة لدى المثقف العربي في مرحلة من المراحل، الأديب العربي تحديدا. نعم صحيح، الأديب العربي تحديدا، لتثبيت عقيدته ضد ما لا يؤمن به، لمسألة الآخر الذي يؤمن بالغيبيات والروحانيات إلى آخر ما هنالك. وهذا بالضرورة يدفعنا إلى الحديث عن الحداثة والفلسفة الوضعية، إلى أي مدى حطت رحالها في ساحة الأدب العربي وكيف كان ذلك تمظهراته. نتابع هذا الحديث بعد فاصل قصير. أسعدكم الله، ما زلنا سويا في الحديث عن الأدب العربي المعاصر ومدى تأثره بالفلسفة الوضعية أو الحداثة. أذهب إلى الدكتور زاهر، يعني حقيقة لا نريد أن نمارس جلدا للأدب العربي المعاصر بقدر ما نريد أن نحلل هذه الظاهرة سعيا إلى ترسيخ وعينا جميعا بأهمية قضية الأدب كرافد مهم من روافد الفكر العربي المعاصر. كثيرا ما ربط في هذا السياق الأدباء العرب المعاصرون بين وحدة العرب وبالضرورة بالتبعية البعد عن الدين أو عن المشترك الديني، وهذا المذهب أوصل بعضهم إلى القول مثل الشاعر القروي قال: سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. وتعرف أنت هذه القصيدة، والشاعر القروي لم يكن الاستثناء في هذا السياق الأدبي. دكتور زاهر، سؤالي هو كيف نشأ هذا التيار الوضعي، نقتبس من الدكتور لؤي، في الساحة العربية خارجا عن أو متمردا عن قيم المجتمع؟ كيف نشأ ملابسات هذا الظهور؟ نعم عزيزي، أولا يعني الفلسفة الوضعية التي استقرت على يدي أوغست كونت نفسها التي دحضها في نهايات حياته أوغست كونت نفسه. صحيح. وبالتالي طبعا هي انتقلت واستهدف من أتباعه أيضا. كيف؟ بعد أن عاد عن هذا ولجأ إلى الدين أوغست كونت استهدف من أتباعه الفرنسيين. نعم نعم، وكان هدفا وثارت ثائرتهم. لم يعد يعجب تلك الفئة. على كل حال الفلسفة الوضعية امتدت لتؤثر في الأدب العربي الذي تسربت إليه لنقول مناهج نقدية كثيرة أو كل المناهج النقدية الغربية، فمثلما تسربت أيضا تسربت يعني تلك المناهج التي قامت على أسس أو منطلقات الوضعية أو الفلسفة الوضعية كالمنهج التاريخي والمنهج الاجتماعي، أكثر طبعا في النقد العربي، النقد الأدبي عفوا. أرى أن هذا التأثير في أدبنا العربي على الرغم من وجود قامات مهمة تشربت بعض أفكاره إلا أنه ظل تأثيرا سطحيا بدليل عدم استمراره لمدة طويلة، واللافت للانتباه أيضا محدودية هذا التأثير، أي ظلت في فئة، وعدم استقرار مفاهيم الفلسفة الوضعية ومنطلقاتها حتى عند الغربيين.
إضافة إلى أن يعني أنت تتحدث عن محدودية تأثير هذا النمط من الكتاب والأدباء دكتور زاهر، ودعني أتداخل معك هنا لأهمية هذه النقطة. يعني كيف يمكن القول عن محدودية التأثير ونحن نعرف الأثر الكبير الذي أحدثه كتاب قاسم أمين عن المرأة في الشارع العربي، وهذا الحدث الكبير الذي شهدته شوارع مصر ومن بعدها شوارع العواصم العربية، وكيف يمكن أن نتحدث عن محدودية التأثير وأنت تعرف أن كتب جبران خليل جبران وإيليا أبو ماضي الحداثيين ملأت قلوب الشباب العربي وأفكارهم وحياتهم على مدى سنين طويلة؟ نعم، يعني فقط دعني أشير إلى مسألة مهمة أستاذ، وهي أنه هؤلاء يمثلون فئة يعني مهمة ولها وزنها في الواقع الأدبي والثقافي. هل كل ما أنتجه هؤلاء يجب أن يرفض لأنهم انطلقوا من أو لأنهم تأثروا بالفلسفة الوضعية؟ هذا سؤال مهم، ولنكن صريحين، يعني ليس كل ما ينتجه هؤلاء يجب أن يرفض لأنهم أو أن يحارب لأنهم تأثروا في بعض الجوانب بفلسفة مثلا نحن أنا أو أنت أو فلان لا يوافق عليها. هذا جانب. الجانب الآخر، هذه الشرائح التي تأثرت بقيت محدودة التأثير، إضافة إلى أن المنطلقات العامة التي يقوم عليها العقل العربي تاريخياً تراثياً دينياً ما زالت مرتبطة بالقيم الدينية والمعتقدات الدينية، وبالتالي طبعاً لا أقول المعتقدات الدينية للتقليل من الأمر أبداً طبعاً، لكن في المقابل يا عزيزي ظهرت هناك جماعات، اتجاهات، سميها ما شئت، لبست لبوس الدين وأفسدت جزءا منه أو أفسدت بعض مظاهره، وانعكس ذلك على الأدب أيضا كما في الشعر أو الرواية أو حتى القصة أو غير ذلك. أمثلة. هذا لا يمكن أن يكون معبرا عن أو هو المعبر عن الدين كما ينبغي أن يكون. إذن هناك من أثروا سلبا هنا وهناك من أثروا سلبا هنا. هنا يجب أن نحتكم إلى سلطة العقل وأن نفرق ولا أقصد طبعا سلطة العقل المطلقة، يعني لأنها كما نعرف طبعا هناك العقل وهناك العاطفة، ويعني نحن العرب على الأقل تمتزج عندنا هذه المسائل معا وتظل العقيدة الدينية، وهنا أقصد ذلك، تظل العقيدة الدينية هي المسبار المقياس الأول الذي نقيس عليه كل ما يحيط بنا في الحياة. بمعنى آخر، لا يمكن أن تنحرف انحرافا نهائيا بوصلة الفكر العربي طالما هي مرتبطة بالعقيدة الدينية يا عزيزي. طيب أنقل عطفا على ما قاله الدكتور زاهر دكتور لؤي، يعني يحمل نظرة تفاؤلية دكتور زاهر في هذا، بخلاف ما يبدو منك من أنك لست موافقا كثيرا على ما يقوله على الأقل ضمنا، لكن سؤالي هو بعد هذا التراث الكبير من المحتوى الأدبي والأسماء الكبيرة التي هيمت عليها مسائل الوضعية، مسائل العلمانية، الحداثة إلى آخره، هل يمكن القول إن الأدب العربي المعاصر صارت الوضعية أو الحداثة إطارا لصيقا به محكما مغلقا لا فكاك للأدب العربي المعاصر من هذا الإطار؟ نعم، هذا سؤال مهم. دعني اولا فقط يعني اعلق تعليق بسيط على تعليقك. باختصار شديد. نعم نعم صحيح. اولا انا اوافق الضيف الكريم في مساله بانه من حق من يؤمن باي فكره بالفلسفه الوضعيه او غيرها، من حقه ان يكون له صوت في الادب، ومن حقه ان يتحدث ويكون موجودا في داخل المجتمع العربي ما دام ينتمي الى هذا المجتمع، وهذا حق طبيعي. ولكن الاشكال ان السياسات العربيه والحكومات العربيه كانت في مرحله من المراحل تحاول ان تمنع بشتى الوسائل أي صوت يعبر عن ملمح ديني، ولذلك جعلت الوظيفة المهيمنة على المنابر في كل البلاد العربية لهؤلاء،
وهذا ما جعل يعني هذا ما سلط الأضواء على هؤلاء أكثر من غيرهم وجعل لهم هذا التأثير الذي تحدثت عنه قبل قليل مثل كتاب قاسم أمين وما منح هذا التأثير لغيرهم. الأمر الآخر أنا يعني أختلف فقط قليلا مع الضيف الكريم عندما تحدث عن وجود جماعات شوهت. نعم أنا معه، نعم هناك جماعات في المجتمع قدمت الدين بصورة سلبية، لكن نحن نتحدث الآن عن الأدب. هؤلاء الجماعات الذين قدموا الدين بصورة قد تبدو فيها نوع من التطرف، هؤلاء أصلاً كثير منهم لا يؤمن بقيمة الأدب ويرى أنه يجب أن يعمل في الإطار في المعتقد. دكتور رؤي لو أذنت لي يعني حتى لا يتحول الموضوع إلى قضية الدين هو محور هذه الحلقة وهو طبعاً صحيح. أنا أقصد أنه الأدب عند هؤلاء لم يعبر عن هذه الهوية، يعني بقوا هؤلاء يعملون في السياسة بعيداً عن الأدب ولم نجد هؤلاء ربما حاملاً. نعم هؤلاء ربما لا يكونون محط البحث لأنهم ربما يكونون استثناء والحديث يبنى على الغالبية وليس على الاستثناء. هل ترى أن بالفعل الحداثة والوضعية صارت إطاراً لصيقاً لا يمكن للأدب العربي في المرحلة المقبلة أن ينفك عن الحداثة والوضعية؟ نعم أعود إلى هذا السؤال المهم الحقيقة. أولاً دعنا لا ننظر إلى العرب على أنهم كتلة واحدة، العرب ليسوا كتلة واحدة. العرب أولاً كلمة عرب هو تصنيف عرقي ليس تصنيفاً فكرياً. حاز العرب هذه الصفة الفكرية عندما ارتبطوا بالإسلام، فالهوية أصبحت هوية عربية إسلامية. من هذا الباب يأتي السؤال الذي تتفضل به الآن، تفضلت به قبل قليل. الإشكال الأساسي أن كثير من مقولات الحداثة وبالضبط ما بعد الحداثة فيها تعارض كبير مع بنية الهوية العربية الإسلامية. من أي زاوية؟ أن بنية العربية الإسلامية، بنية الهوية العربية الإسلامية بنية معيارية مرنة، فيها نوع من المعيار المرن. الحداثة وما بعد الحداثة تحديداً يرفض فكرة المعايير أساساً، وهذا الرفض لفكرة المعايير يلقى هوىً لدى عامة الناس التي تحب الخفة، تحب أن تتخفف من صلابة القيود وصلابة المعايير وسطوة القاعدة، وتحب أن تبحث نحو الأسهل. هذا السبب الذي جعل ما بعد الحداثة تلقى هوى في لدى كثير من المثقفين والأدباء. ولكن ما يجب أن نعود إليه، ما يجب أن نعيد التفكير فيه، أنه الاستمرار خلف هذا الشكل الحداثي الذي يكسر المعايير ويذهب بها نحو السيولة يهدد الهوية العربية في بنيتها الأساسية. لماذا؟ لأن الهوية العربية الإسلامية بدأت تتخلى عن كثير هذه المعايير، ويمكن تحدثنا عن مثل ذلك من قبل، أن كل المعايير التي كانت تحتفظ بها النصوص المركزية في الثقافة العربية الإسلامية بدأت تسقط. انظر إلى النصوص والروايات النصوص القصصية والروائية والشعرية الموجودة في الساحة الأدبية الآن، ستجد أن إذا فتحت بحثت عن المعيار الأخلاقي ستجده قد سقط. كثير منا هناك كثير من الروايات لا ندخلها إلى بيوتنا. إذا نظرت إلى المعيار الديني ستجده قد سقط. إذا نظرت إلى المعيار الاجتماعي ستجده سقط. يمكن لم يبقى إلا معيار واحد لا يزال الأدب العربي المعاصر محتفظا به، هو المعيار اللغوي، أن معظم النتاج الأدبي العربي المعاصر يكتب باللغة العربية الفصحى. يكاد يكون هذا المعيار. وإن كانت اللغة عند كثير من الأدباء ليست اللغة المطلوبة. نعم صحيح صحيح، لكن المعول عليه دكتور، المعول عليه هو هذا الجيل الذي بدأ ينشأ الآن بعد الثورات العربية. جيل بدأ يعي الهوية، بدأ يحاول أن يتشبث ويقدم نتاجا مختلفا. الآن هناك بعض الأسماء قد نختلف مع بعضها، قد نتفق، قد نختلف مع توجهاتهم، لكن لا تستطيع أن تقول أنهم لا يحاولون أن يبحثوا عن هوية. يعني أضرب مثال بعناوين روايات أيمن العتوم، عناوين النصوص التي يكتبها أحمد خير العمري، بصرف النظر الآن عن الاختلاف مع بعض التوجهات لديهم، لكن هي محاولات للبحث عن هوية عربية إسلامية في نص عربي معاصر يحاول أن يتوافق مع الناس. ويمكن أعتقد أنهم لقوا تجاوبا. لكن دكتور خليل حتى الأسماء التي نجدها. نعم دكتور لؤي، حتى الأسماء التي طرحتها يعني مثل أحمد خير العمري لم تنجو من لوثة الحداثة، بدليل أن يعني هو الأديب أحمد خير العمري تحول إلى مروج لنظرية داروين التي لا تلقى رواجا بين أهله. طيب دعني سأعود إليك لو سمحت لي، دعني أنتقل مرة أخرى إلى الدكتور زاهر. شكرا جزيلا دكتور. يعني لدي سؤالان، الأول استنتاجي يحتاج منك بإجابة بسيطة حتى أبني عليه السؤال الثاني. استنتجت من كلامك بأنك ترى في الأدب العربي المعاصر ما زال يمتلك وشائج القوة في العلاقة مع التراث، بأنه ما زال ينبض بالهوية العربية. هل استنتاجي صحيح؟ نعم صحيح 100%. طيب إذا كان الأمر كذلك، هل يستقيم العلاقة الحديث عن العلاقة بين الأدب والهوية وأهم أدوات التعبير عن الهوية وحفظ هذه الهوية وهي اللغة باتت
مهددة حتى في لغة الأدب. يعني أنت تعرف أن اللهجات المحلية زحفت إلى الشعر وزحفت إلى الرواية وزحفت إلى النثر بشكل يعني بات يهدد أمن هذه اللغة، وحتى اللغة العربية المكتوبة لم تعد تحتمل يعني تحوي هذه الفخامة وهذه القوة وهذه الجزالة كما كانت عليه عند الرعيل الأول من الأدباء. نعم، دعني أشير إلى مسألة مهمة جدا، وهي أن وجدان هذه الأمة يعيش حالة من التناقض. الأدب أيضا يعيش حالة من التناقض معبرا عن وجدان هذه الأمة. تاريخيا كان الشعر كما تعلم علم، أو كما قيل علم قوم لم يكن عندهم علم أصح منه، وعبر عن ذلك طوال المراحل التاريخية المختلفة منذ البدايات وحتى يومنا هذا، وكان انعكاسا على نحو ما كما قلت لواقع، ومعبرا، وهذا الأهم في صلب حديثك، معبرا عن هوية الإنسان العربي الإسلامي، العربي أولا وبعد ذلك العربي الإسلامي. الآن هل يعني الواقع الذي يعيشه العرب الآن في كل الجوانب الثقافية يعني الاجتماعية الاقتصادية التي أشار إليها الأستاذ لؤي أيضا وهي مهمة جدا، كل هذه فيها تناقضات، وهذه التناقضات مقلقة. هذا القلق هو الذي أدى بنا إلى البحث عن وجوه أخرى، عن مجالات أخرى، عن اتجاهات أخرى، وكأننا أو كأن البعض وصل إلى قناعة بأن الموروث المألوف من الهوية والتراث مجرد شعارات ينبغي أن ننتهي منها ونذهب للبحث عن مصالحنا إنجاز التعبير، والبحث عن في الذهاب يعني البحث عن المصالح يقتضي كما أشار أيضا في إشارة سريعة الأستاذ لؤي أيضا أو الدكتور لؤي كما أشار إلى ذلك، البحث عن المصالح تطلب أن يدخل في عمق الفلسفات والأفكار والعقائد الغربية. أقول تلك لها مقوماتها ولها مسوغات وجودها ولها يعني إلى آخره، فجاءت وكانت عندهم، لكنها لا تتناسب حقيقة مع واقعنا، لا تتناسب مع معطيات واقعنا ولا مع ثقافتنا. لذلك سيظل الأدب العربي محتفظا بهويته، أو ستظل هذه الهوية موجودة ترتبط في كل عصر بأبرز معطيات ذلك العصر كما ارتبطت في العصور الماضية بمعطياتها، بمعنى كانت معبرة عن هموم الأمة في كل مرحلة من مراحلها. طيب أعود مرة أخرى إلى الدكتور لؤي في سياق الحديث عن الأدب والهوية. يعني كثير من النصوص الأدبية اليوم تشعر كما لو أنها صارت تنظر إلى قيم عربية أصيلة مثل الشجاعة، الكرم، الصدق، الإيثار، العطاء، كما لو أنها شيء من القيم القديمة البالية التي ينبغي أن التحلل أو التخفف منها بحثا عن مظاهر المدنية الحديثة. إلى أي مدى يعني تشعر أن هناك انفصاما بين المحتوى الأدبي الحديث المعاصر وبين القيم العربية الأصيلة؟ نعم، يعني هذا السؤال أيضا مهم الحقيقة، وهذه ملاحظة في مكانها. الأسباب التي دفعت إلى مثل هذا أضعها أولا وأخيرا على الإعلام. الحقيقة ما يعني ما يمكن تحقيقه بسطوة السلطان، وتعرف ما يزعم بالسلطان لا يزعم بال، يعني ما يمكن تحقيقه بسطوة السلطان لا يمكن تحقيقه بأي سطوة أخرى. الإعلام منذ سنوات وهو يركز على هدم القيم، يركز على هدم هذه المعايير. أعتقد كلنا لدينا في بيوتنا أطفال، وكلنا نعلم كم نعاني من المنابر الثقافية التي يكتسب أطفالنا منها الثقافة، سواء الأقنية التلفاز أو الإنترنت أو المدارس أو الشارع إلى آخر ما هنالك. كل المنابر الثقافية التي يستولي عليها الإعلام يضخ من خلالها برامج
تكاد أنت يعني تفكر لماذا، يعني تكاد تقتنع أن هناك قصدية لكسر هذه المعيارية وكسر كل ما يتعلق بالهوية العربية الإسلامية، وكأن هناك خوفا ما من مارد يخشى أحدهم ما أن يستيقظ، ولا يعلمون أن هذا الكسر الذي يستهدف بنية الهوية العربية الإسلامية سينعكس سلبا على المجتمعات، لأن أبناء المجتمع الحاضنة العربية الإسلامية إن لم تجد في الأدب صدى لرغباتها وصدى لآمالها وتطلعاتها ستحاول أن تبحث عما يعبر عن هذا خارج إطار الأدب، وقد يكون هذا التعبير بطرق أخرى قد لا تناسب كثير من السلطات. مرة أخرى لكن دعني أعبر على مسألة أشار إليها الضيف قبل قليل حتى أيضا نقول شيء من التفاؤل يعني للمتلقي. أريد فقط أن أذكر المتلقي أن لا يخشى، يعني لا يكون لديه خشية. لماذا؟ لأنه أذكره بقضية فقط بسيطة ما أشار إليه قبل قليل الضيف حول الأشكال الأدبية. حتى الأشكال الأدبية الآن التي يكتب بها الناس، انظر معي ما الأشكال السائدة لدينا؟ الشكل السردي الروائي والقصصي، وعندنا الشكل الشعري. هذه الأشكال في ذاتها لو تأملنا قليلا سننتبه أن هذه الأشكال في ذاتها هي من تأصيل عربي أصيل، يعني القصة والرواية جاءت بتطور واضح من المقامات إلى القصص البيكاريسك الإسباني إلى الرواية والقصة العربية. الشعر التفعيل هذا جاءنا من تأثر من شعر البروفنسال بالموشحات ووصل إلينا، بمعنى أننا لو انتبهنا أن هذه الأشكال الأدبية هي قادمة من منبع عربي أصيل، نستطيع بالفعل الآن أن نقدم فيها محتوى يناسب الهوية التي ننتمي إليها، وعند ذلك سيتطابق الشكل مع المضمون، سنقدم إبداعاً لن يستطيع أن يقدمه أي مجتمعات أخرى. وأعتقد أننا الآن بدأنا نتلمس في النصوص التي نقرأها الآن أن هناك تطوراً كبيراً في الكتابة الأدبية العربية، تطور من حيث المضمون، تطور من حيث أو لأقل التطور يغلب عليه التطور الشكلي الفني. ما أتمناه أن نتحول إلى تطور على مستوى المضمون، وأن لا نخاف، أن لا نخشى النقد، أو لا نخشى السلطات، أو لا نخشى الإعلام، أن نعبر عن انتماءاتنا الحقيقية. نعم. فقط أن نكون طيب. أبناء هذا الانتماء حتى نكون لنا وجود. نعم. ويحترمنا التاريخ. طيب يعني أختم مع الدكتور زاهر. دكتور زاهر، برأيك وأنت من القائلين بأن الأدب العربي ما زال معبرا عن هوية العرب وقيمهم العليا، هل تلحظ اتصالا بعمود فقري بين الأدب العربي التراثي في صدر الإسلام وفي المراحل الأموية والعباسية امتدادا إلى وقتنا هذا؟ هل ترى أن الأدب العربي المعاصر يرتبط بالتراث برباط عضوي، أم ثمة نوع من التخلخل في العلاقة؟ نعم عزيزي، أود أن أشير إلى أن الشعر صيرورة وسيرورة، والأدب كذلك. الأدب دائم البحث عن مفاتن اللغة، عن معجزاتها في الإيقاع، في الصورة، في التراكيب، في كل شيء. لذلك وجدناه بأفضل الصور أو بأفضل الأشكال التي قدمت إلينا في كل عصر. يعني لو نظرنا إلى المعلقات، أفضل ما قدم في العصر الجاهلي مثلا، شعر الفتوح الإسلامية مثلا أفضل ما قدم في عصر صدر الإسلام، وهكذا وهكذا، الموشحات، غيرها من الأشكال الأدبية. نجد أن هناك امتدادا طبيعيا جماليا فنيا مضمونيا أيضا خلال تلك المراحل كلها، وهذا الامتداد قد تطور في كل مرحلة عن المراحل السابقة لها. فلماذا نرفض أن يكون هذا أو أن يمتد هذا التطور إلى عصرنا من حيث الأدوات والأشكال؟ أقصد الصور. نعم. والمضامين، علما بأن المضامين يعني بأهمية الشكل أيضا. الأدب العربي عزيزي إذا أردنا له أن ينهض وأن يستمر وأن يواصل هذا التقدم والتطور في تقديم الأشكال الفنية، ينبغي، يعني لا أريد أن أقول أن يؤدي رسالته حتى لا تحتسب عليه قول أنه للفن رسالة. نعم. محددة ونهائية، وإنما. نعم. أردت أن أقول أن التجديد في مناهج الفكر يربط الفكر، الأدب والثقافة معا. التجديد ينبغي أن يكون أو أن يظل
مستمراً حتى يستمر هذا الذي يعني سميته العمود الفقري الذي يربط هذا التاريخ منذ فجره وحتى أيامنا هذه. ونحن لا نتحدث الآن فقط عن الحاضر، وإنما نعمل من أجل المستقبل، ونريد لأجيالنا القادمة أن تسير على نهج عقلي فكري تجديدي تنويري، سميه ما شئت، المهم أنه يقبل التجديد والتطوير. أشكرك. شكرا. نعم، هذا التجديد موضوع مهم، وربما نبحثه مستقبلا مع تحرير ماهية وطبيعة ونوعية التجديد المراد للأدب العربي. في ختام هذه الحلقة أشكر ضيفي الكريمين، كلاهما كان معنا عبر زوم من نابلس بفلسطين المحتلة، الدكتور زاهر حناني أستاذ النقد الأدبي الحديث، ومن العاصمة القطرية الدوحة الدكتور لؤي خليل أستاذ النقد الثقافي والدراسات الثقافية. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على كرم المتابعة، في حراسة الله.